المفروض ان احنا في السيشن اللي فاتت كنا بنعمل ايه؟ المفروض ان احنا عملنا ريفيو سريع عن ان انا ازاي ببدأ اظبط الدومين بتاعي كيوزرز، كيوزر اكاونت الاول وككمبيوتر اكاونتس، وبدأنا ننظم الشركة بتاعتنا ان انا بحطها في حاجة اسمها organization unit او OU. تمام؟ طب ايه الغرض ان انا كنت بجمع كل حاجة عندي في OUs ما بسيبهاش زي ما هي ليه في الكونتينرز؟ قال لك بعد كده ان انا ما بعرفش اطبق بوليسي الا اذا كانت الاجهزه بتاعتي دي محطوطه في حاجه اسمها اورجانيزيشن يونت. طيب انا دلوقتي مفروض دخلت من اكتف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز من خلال الويندو ديت. احنا عملنا ايه السكشن اللي فات؟ مفروض ان احنا في الاف سي اي دومين بتاعي عملنا جوين لجهاز معانا. الجهاز دوت حضرتك بدانا ننظم الشركة بتاعتي ان انا عملت او يو اسمها تريد، وبدأت انظم الاقسام بتاعتي الداخلية، وجيت في القسم اللي هو بتاع السيلز حطيت الكمبيوتر اكاونت اللي انا كنت مفروض عامله، وعملت له يوزر كان بيبقى اسمه احمد، وبدأنا نعرف كل حاجة لها علاقة باليوزرز والحاجات اللي لها علاقة بالكمبيوتر اكاونتس وازاي بحدد عدد ساعات استخدامه وهكذا. طيب احنا النهارده هنتكلم عن جزئيه تعتبر من اهم الحاجات اللي موجوده في الاكتيف دايركتوري او موجوده في الويندوز سيرفر الموجود عندي، ان انا ازاي هبدا احدد البوليسز اللي تبدا تتطبق على الاجهزه اللي موجوده عندي في الشركه. قال لك انا عندك طريقتين. برضو نفس الكلام لما كنا بنقول انا عاوز اعمل اوثنتيكيشن اوثورايزيشن واكاونتنج، برضو كان عندي طريقتين، يا اما كنت بعمل اوثنتيكيشن من السام فايل، اما بعمل اوثنتيكيشن من الدومين بتاعي او من الان تي دي اس اللي هي الداتابيز الموجوده على الدومين بتاعي. دي كانت طريقه ودي كانت طريقه. ايه مميزات ان انا الحاجه بتاعتي كلها تبقى على الدومين؟ طبعا بقى في عندي سنترلايزد ادمنستريشن، بقى في ان انا الاجهزه بتاعتي ببدا ان انا اتحكم فيها. طيب بالنسبه لقصه البوليسز، هو انا كمان ممكن احدد البوليسز بتاعتي بشكل لوكالي على الاجهزه؟ قال لك اه، يعني انا ممكن كده اخش على ويندوز 7. دي ويندوز 7 اهي. الويندوز 7 دي مثلا، او تعالى اجرب على جهاز انا. لو جيت على جهاز انا رحت باحث عن حاجه اسمها جروب بوليسي، جروب بوليسي اهي، في عندي حاجه اسمها اديت جروب بوليسي اهي. انا دلوقتي الويندو اللي ظاهره قدامي دي انا ببدا اتحكم في البوليسي اللي متطبقه على الجهاز الكمبيوتر بتاعي. بس انا كده بظبطها من الدومين ولا بظبطها لوكالي؟ انا كده بظبطها بشكل لوكالي. انا ملاحظ ان البوليسز بتاعتك، انا في بوليسز بتطبق على الكمبيوتر وفي بوليسز متطبقه على مين؟ على اليوزر. ايه الفرق؟ كنت بقول دايما ان اي جهاز في الشركه هو عباره عن كمبيوتر اكاونت، ده الكمبيوتر اللي بيجوين معايا الدومين، وعباره عن يوزر اكاونت، ده الموظف اللي هيقعد على جهاز الكمبيوتر ده. فانا دلوقتي مفروض في بوليسز متطبقه على الجهاز وفي بوليسز متطبقه على الشخص او على الموظف بذات نفسه. طب انا دلوقتي بالنسبه للبوليسز، في عندك حاجه اسمها سوفت وير سيتنج، في عندك حاجه اسمها ويندوز سيتنجز، في عندي حاجه اسمها ادمنستريتيف سيتنجز لكل من الكمبيوتر اكاونت واليوزر او اليوزر كونفيجريشن او الكمبيوتر كونفيجريشن. طب انا دلوقتي مثلا على سبيل المثال بالنسبه للحاجات اللي هي الادمنستريتيف تمبلتس، الادمنستريتيف تمبلتس يبدا يقول لك والله انت عاوز تعمل بوليسي لها علاقه بايه؟ لها علاقه بالكنترول بانل اللي على الجهاز، لها علاقه بالديسكتوب، لها علاقه بالشبكه، لها علاقه بالشير فايل، لها علاقه بالسيستم. راح جاي كده راح عامل لك حاجه اسمها اول سيتنجز، يعني كل البوليسز اللي انت ينفع تطبقها. يعني مثلا على سبيل المثال تعالى مثلا نخش على حاجه زي بتاعه الديسكتوب، هلاقي ان في بوليسز كتير لها علاقه بالديسكتوب. يعني مثلا على سبيل المثال بقول لك مثلا هايت للانترنت اكسبلورر ايكون اون الديسكتوب، يعني بشيل الانترنت اكسبلورر من على الجهاز بتاعك بحيث ان الموظف ما يبقاش شايف الايقونه بتاعه الانترنت اكسبلورر. طب انا دلوقتي لما باجي اخش على البوليسي دي هلاحظ ان دي البوليسي، البوليسي هي باي ديفولت بتبقى نوت كونفيجرد. يعني ايه نوت كونفيجرد؟ يعني مش شغال. تمام. طيب انا دلوقتي لو جيت على البوليسي دي ورحت قايل انيبل، يبقى انا كده بعمل انيبل لايه؟ انا بعمل انيبل للهايد انترنت اكسبلورر ايكون اون الديسكتوب. يعني كده الايقونه هتختفي ولا مش هتختفي؟
الايقونة بتاعتي هتختفي. طيب لو عملت ديسيبل يبقى انا بعمل عكس البوليسي دي. خلي بالك كل بوليسي دلوقتي بحدد الاكشن بتاعها يا اما تكون نوت كونفيجرد يا اما تكون انيبلد يا اما تكون ديسيبلد. طيب في بعد كده انا ممكن انا الاسم بتاع البوليسي دي مش حاجه معبره وانا دخت جدا لغايه ما وصلت لها، فانت ممكن انت تسميها اسم انت خاص بيك تكتبها في الكومنت ده ماشي. خلي بالك ان اي بوليسي بيقول لك هي سبورتد على ايه. يعني مثلا ممكن تبقى اجهزه الموظفين اللي عندك في الشركه في موظفين ويندوز 7 وفي موظفين مثلا ويندوز 10، ممكن تكون في بوليسي مخصصه لويندوز 10 بس وتيجي تعمل لها انيبل تلاقي الاجهزه بتاعت ويندوز 7 مش شغاله عليه. ليه؟ لان البوليسي دي حضرتك انا ببدا اشوف هي سبورتد على مين. تمام؟ فهنا بيقول لك هي سبورتد ات ليست ويندوز 2000، يعني شامله بقى 2000 والاكس بي والفيستا وكل الاصدارات اللي معايا. يعني البوليسي دي لو في جهاز ويندوز 7 هتشتغل عليه؟ هتشتغل لان ات ليست ويندوز 2000. طيب العنوان بتاعها ده مش بيعبر، يعني مش فاهمه. بتلاقي في ديسكريبشن، في ديسكريبشن للبوليسي دي. تمام؟ في ساعات بوليسز بتحتاج كونفيجريشن، فهنا بتلاقيها في الاوبشنز. يعني هنبدا نشوف بوليسز بلاقي ان هي محتاج ان انا ادخل لها معلومات كمان. تمام؟ طب انا دلوقتي لو انا فعلا عاوز اعمل البوليسي دي عندي في الشركه، عاوز اخلي الانترنت اكسبلورر ايكون مش موجود على اجهزه الموظفين. لو عندي 1000 جهاز للموظف، لو انا بشكل لوكالي كده انا مفروض مطلوب مني ان انا اعمل ايه؟ هعدي على جهاز جهاز، ابدا اخش على الجروب اللوكال جروب بوليسي اديتور دي وابدا اعدل في البوليسي بتاعتي دي. هل الكلام ده لوجيك؟ طبعا لا. انت عندك ويندوز سيرفر يا باشا، عندك ادمنستريتور، ادمنستريتور سنتر تقدر من خلاله تتحكم في كل الحاجات دي. يبقى انا دلوقتي لما باجي اظبط البوليسي بتاعت الاجهزه انا كده بعمل اوثنتيكيشن ولا اوثرايزيشن ولا اكاونتنج؟ ها انا كده بحدد الاوثرايزيشن، يعني بحدد صلاحيات كل موظف عندي في الشركه هيبقى ايه وضعه. تمام؟ طيب يعني معناه ان انا ما بعملش حاجه من الويندو اللي انا شايفها قدامي دي؟ لا حضرتك ما بتعملش اي حاجه منها. يعني رجعها تاني على النوت كونفيجر. لا نوت كونفيجر يعني انت ما قربتش للبوليسي دي خالص. لو عملت لها ديسيبل ممكن تلاقي البوليسي اصلا منفيه، فانت بتثبتها. فاهم قصدي؟ طيب انا دلوقتي على سبيل المثال في الشغل بتاعنا احنا عملنا تريد تحتها اتش ار، تحتها اي تي، تحتها ماركتنج، تحتها سيلز. في السيلز ديت انا عملت يوزر اكونت اسمه احمد وكمبيوتر اكونت اللي هو جويند معايا الدومين اللي هو البي سي 1 سيلز ده. تمام؟ طيب حلو قوي. انا بظبط البوليسيز بتاعتي من هنا؟ لا. انا في انترفيس جديد خالص هنبدا نتعامل معاه، انا من خلاله ببدا اظبط البوليسيز اللي هبدا اطبقها على الاجهزه اللي موجوده عندي في الدومين. طب انا دلوقتي هفترض ان انا جيت في السيلز دي ورحت حاطط فيها 1000 جهاز، هل محتاج ان انا اعدي على 1000 جهاز واظبط البوليسيز بتاعتهم؟ لا. انا من الجي او اي بتاعي اللي هو من حاجه بقى جديده هنبدا نتعرف عليها اسمها الجروب بوليسي مانجمنت، انا من خلالها حضرتك هبدا اعمل ايه؟ من حضرتك قال لك هبدا اظبط البوليسيز بس على الاو يوز بتاعتي. لما اجي افتح الجروب بوليسي مانجمنت هلاقي ان انت عندك نوت كونفيجر ده ما قربتلهاش ولا عملت لها انيبل ولا ديسيبل، حاله معلقه. انا دلوقتي ادمنستريتور وانا دلوقتي اللي بعدل. لو انا نوت كونفيجرد يبقى انا بسيبها على الديفولت بتاعه النسخه. يعني النسخه بتقول ان انا مثلا اغير الويل بيبر. تمام؟ هي بتخش بتغيريها عادي. طب لو هي نوت كونفيجرد يبقى انا بسيبها على الديفولت بتاعه النسخه. طب لو عملت بريفنت للتشينج وعملت لها انيبل مش هيعرف يغير الويل بيبر. طب لو عملت ديسيبل يبقى زيها زي ان انا اكني نوت كونفيجرد. وصلت؟ طيب انا دلوقتي مفروض احنا عندنا الفورست اللي احنا كنا مسميينها الاف سي اي دوت كوم، تحتها الدومين بتاعي اللي هو الاف سي اي دومين،
بص بقى لما اجي افتح الاف سي اي دومين هيظهر لي كده من قبل ما اضغط، هيظهر لي الكونتينرز ولا الاو يوز؟ هيظهر لي الاو يوز بس. ليه مش هيظهر لي الكونتينرز؟ لان الكونتينرز غير مصرح ان انا اطبق عليها بوليسي. طب انا دلوقتي لما اجي افتح كده هلاقي فعلا ايه اللي ظهر لي؟ انا كان في عندي او يو اسمها دومين كنترولرز، وكان في عندي او يو انا في او يو عندي اسمها دومين كنترولر، وكان في او يو عندي كان اسمها تريد. انا ملاحظ ان التريد من جوه فيها الاتش ار والاي تي والماركت والسيلز. طب لما اجي اضغط على السيلز، طب فين اليوزرز اللي انا حطيتها فيها؟ لا، انا الويندو دي مش من خلالها انا مش بظبط اليوزرز، انا من هنا بظبط الايه؟ البوليسز. طب انا دلوقتي خلاص عرفت اول حاجه ان انا في عندي الاو يوز بتاعتي بتتحط، هي دي الاو يو اللي موجوده عندي ودي الاو يو اللي موجوده عندي. بيبدا في حاجه جديده ظاهره عليا اسمها الجروب بوليسي اوبجكتس. جروب بوليسي ايه؟ اوبجكتس. تعالى كده نفتحها، هلاقي ان انا في عندي اتنين تمبلت. الاتنين تمبلت اللي عندي، انا في عندي حاجه اسمها ديفولت دومين كنترولر بوليسي، وفي عندي حاجه اسمها ديفولت دومين بوليسي. تمام؟ من اسمهم كده دي البوليسي اللي بتطبق على مين ودي البوليسي اللي بتطبق على مين؟ من الواضح كده ان ديت ديفولت دومين كنترولر بوليسي، دي معناه ان دي اللي بتطبق على السيرفرات اللي موجوده عندي. هو انا ممكن يكون في عندي في الشركه اكتر من سيرفر؟ اه، هنبدا ندرس قدام ان انا ممكن اشغل سيرفر از باك اب، وممكن اشغل سيرفر برايمري والتاني تشايلد تحتيه. يعني ممكن يكون في عندك في الشركه اكتر من سيرفر، فانا البوليسي اللي متطبقه على السيرفرات هي مفروض معموله في التمبلت ده. البوليسي اللي متطبقه على الاجهزه ليها التمبلت ده. طب انا دلوقتي الاوبجكت ده والاوبجكت ده عرفت منين ان هي متطبقه؟ يعني مثلا حاجه زي الديفولت دومين بوليسي ده الاوبجكت بتاعها اهو. الاوبجكت ده انا ملاحظ ان هو شورت كات بتاعه اهو، بس الشورت كات دوت متطبق على مين؟ على الاف سي اي دومين، يعني متطبق على اي حد موجود جوه الاف سي اي. تمام؟ طيب لما اجي اشوف الاو يو اللي هي بتاعت الدومين كنترولر هلاقي ان هي متطبق عليها مين؟ ديفولت دومين كنترولر بوليسي. طيب فاكرين لما كنا بنكريت اليوزر وجينا نعمل اليوزر كده باسورد، عملنا 1 2 3 4، قبل الباسورد ده؟ ما قبلوش. قال لي ايه؟ قال لي ان الباسورد في بوليسي متطبقه ان الباسورد لازم تكون كومبلكس. تمام؟ طيب انا دلوقتي البوليسي ديت موجوده فين؟ هل هي موجوده في الدومين كنترولر بوليسي ولا موجوده في البوليسي اللي متطبقه على الدومين بتاعي ككل؟ متطبقه على الكل. اي باسوردات لاي حد لازم تكون كومبلكس. يعني انا دلوقتي لما اجي اشوف التمبلت ده انا واقف عليه اهو، انا ممكن اقف عليه من هنا وممكن اقف عليه من هنا عادي، الاثنين نفس يعني الشكل اللي هيطلع لي في الجنب هنا واحد. تمام؟ انا لما ضغطت عليها كده اول تابه طلعت لي ان هو بيقول لي ايه؟ السكوب. يعني ايه السكوب؟ يعني البوليسي دي متطبقه على مين؟ هو دلوقتي انا ملاحظ كده من اللي انا شايفه ان هي متطبقه على الاف سي اي دومين ككل، اجهزتها بسيرفراتها بالكمبيوتر اكونتس بكل اللي فيه. تمام؟ طيب لما اجي اشوف الديتيلز بتاعتي، الديتيلز بتاعتك هيقدر يطلع لك هي اتكريتت امتى، هي متخزنه فين، هي الفيرجن بتاعها ايه، هي الاي دي بتاعها ايه، هي انيبلد ولا لا، يعني شويه معلومات كده عنها. طيب تفاصيل البوليسي بقى من جوه بجيبها منين؟ تفاصيل البوليسي بتاعتي بجيبها من السيتنجز. بص انا ملاحظ ان هو بيقول لك ايه؟ جنريتنج ريبورت. فلقيته بيقول لي هو انت دلوقتي هتعرض فورمات، الفورمات ده السيرفر مش متعود عليه، عاوز تضيف له الاكسبشن ده. هو الاول مره بيطلب منك الايه الطلب ده، فانت قول له اد، يعني انت موافق ان انت تضيف الاكسبشن ده. بس انا عملت كلوز عشان اوريها لزمايلكم اللي بعد كده. بص بقى البوليسي ديت ايه مكوناتها. يعني مثلا على سبيل المثال ان الماكسيمم بوليسي ايج يقول لك مثلا 42 يوم، ان المينيمم باسورد ايج 1 يوم، ان حجم الباسورد يبقى 7 كاركتر،
ان الباسورد ماست ميت الكومبلكسيتي ريكويرمنت انيبلد، ان يعني بص كل دي حاجات بوليسز متطبقه على الاجهزه اللي موجوده عندي في الدومين. يعني ده الريبورت اللي حضرتك بيطلعه لك عن البوليسي دي، البوليسي دي من جوه شايله ايه. تمام. طيب انا دلوقتي عرفت خلاص مكونات الاوبجكت ده او البوليسي دي من جوه فيها ايه. طيب حلو قوي. فاكرين لما كنا بنقول دي كده بالنسبه للتابه دي؟ طيب بالنسبه للتابه اللي هي بتاعه الديليجيشن، يعني ايه الديليجيشن؟ يعني انا دلوقتي عاوز ادي تفويض. تفويض بايه بقى؟ انا دلوقتي لما كنا بنعمل المره اللي فاتت جينا على الاو يو بتاعه السيلز ودينا تفويض لواحد من مهندسين الاي تي ان هو يتحكم في اليوزرز والكمبيوتر ويغير الباسوردات ويشوف البيانات بتاعتهم. طب افرض دلوقتي انا عاوز ادي تفويض لحد ان هو يبدا يأدت ويضيف ويشيل بس حاجات لها علاقه بالمين، مش بالاو يو بقى، بالبوليسي ده. يعني دلوقتي بعمل ديليجيشن اوفر البوليسي مش ديليجيشن اوفر الاو يو. طب انا دلوقتي مين اللي ليهم صلاحيات؟ اللي ليهم صلاحيات مثلا بيقول لك الناس اللي في الجروب بتاعه الدومين ادمنز، الانتربرايز ادمنز، السيستم مش عارفه ايه كذا. طب افرض انا عاوز ادي صلاحيات لحد معين. احنا كنا عاملين مثلا مهندس اي تي كنا مسمينه ايه؟ محمد. طب انا دلوقتي مثلا هقول له ات، هيقول والله انت عاوز تدي ديليجيشن لمين؟ عاوز ادي ديليجيشن لليوزر اللي هو اسمه محمد ده. انا تشيك نيم كمل لك اسمه. ماشي؟ دلوقتي هيبدا يقول لي طيب انت عاوز تدي تفويض لاحمد لمحمد، طب محمد ده هيعمل ايه؟ محمد ده يعمل ايه؟ يقول لك والله انا ببدا احدد البرميشنز. هل الراجل ده يشوف مجرد يشوف الريبورت اللي احنا لسه شايفينه من شويه ده، ولا الراجل ده يأدت، ولا الراجل ده يأدت ويديليت وميديفاي؟ انت بقى اللي تبدا تحدد. انت عاوز تحدد صلاحيات محمد معاك ايه في الدومين. يعني محمد لو جه من جهازه، هنبدا بعد كده نعرف ان هو هيبدا يسطب حاجه اسمها ارسات، هتلاقي السيرفر مانجر دي ظاهره له، بس لما تيجي تظهر له هو صلاحياته يخش على اي اوبجكت. انا علشان انا كادمنستريتور انا دلوقتي لو جيت اخش كده انا داخل الادمنستريتور، الادمنستريتور ده بيخش على كل حاجه، لكن ده طبعا مش صح. انا ما ينفعش استخدم اليوزر بتاع الادمنستريتور في الشبكه. المفروض انا عامل يوزر لمهندس الشبكات اللي معايا، اليوزر دوت انا محدد هو يعمل ايه على السيرفر، وممكن يكون على السيرفر بشكل مباشر وممكن يكون من جهازه بس على السيرفر برضه. يبقى ديت انا بظبطها من حته الايه؟ الديليجيشنز. تمام. طب انا دلوقتي لما باجي ادي ديليجيشن انا بدي ديليجيشن على مستوى البوليسي دي بس، هل انا مدي له ديليجيشن على دي؟ هل انا مدي له ديليجيشن على اي اوبجكت انا هكريته بعد كده؟ اكيد لا. انا مثلا هقول له لا الراجل ده يديت ويديليت وموديفاي، الراجل ده يعيش حياته. لا انا دلوقتي بدي له ديليجيشن على الاوبجكت ده. مختلفة تماما. انا لما اجي اشوف الكونتنت الداخلية بتاعت دي هلاقي ان هي حاجات مختلفة عن ده، حاجات لها علاقة بالسيرفرات. لو جيت مثلا اعمل كلوز اهي بص حاجات تانية خالص، مش دي اللي كانت موجودة هناك. ماشي؟ انا لما اديت له ديليجيشن انا اديت له ديليجيشن على مستوى الاوبجكت ده، على مستوى الاوبجكت ده. بص دلوقتي انا ملاحظ ان محمد بقى منضاف معايا هو كشخص اوثوريتي ان هو يقدر يأديت ويديليت وموديفاي في الاوبجكت ده. طب حلو قوي. طبعا الاستيتس بتجيب لك الاستيتس بتاعت الدومين بتاعك. ماشي؟ طيب انا دلوقتي دي كده بالنسبه للديفولت بوليسز اللي موجوده عندك. في مشكله فيها؟ مفيش اي مشكله خالص. طب انا لو جيت كده على دي، لو جيت على دي ورحت رايت كليك كده ورحت قايل له ديليت، انا كده بعمل ديليت للشورت كات ولا بعمل ديليت للبوليسي؟ انا كده بعمل ديليت للشورت كات، يعني معناه ان انا بشيل البوليسي دي من على الاف سي اي دومين. يعني دلوقتي لو جيت هنا كده ورحت قايل له ديليت، يبقى البوليسي اللي هو الاوبجكت ده
دلوقتي متطبق على الاف سي اي دومين؟ لا. طيب انا دلوقتي لو جيت على دي عاوز اطبق عليها البوليسي اللي هي انا لسه سايب حذفها حالا دي، اعملها ازاي؟ رايت كليك دلوقتي على الاف سي اي دومين واروح قايل له في عندك كرييت اوبجكت. هو انا بكريت اوبجكت ولا في اوبجكت اوريدي متكريت وانا هطبقه؟ في واحد متكريت وانا هطبقه على الدومين ده كله. فانا بقول له لينك للاكزيستنج جي بي او، هيقول لي اي بوليسي؟ هي البوليسي دي، واروح قايل له اوكي. الاحظ ان الشورت كات بتاعي رجع تاني. طب انا دلوقتي عاوز اسالكم سؤال بالنسبه للاو يو بتاعه الدومين كنترولر. هي الاو يو دي هي تحت مين؟ تحت الاف سي اي، الاف سي اي دومين. طب انا دلوقتي بالنسبه للاو يو دي، بالنسبه للاو يو دي ايه البوليسز اللي متطبقه عليها؟ اللي هي الدومين كنترولر بوليسي واللي فوق دي. طب اللي فوق ديت كمان متطبقه عليها ليه؟ بيقول لك ان هي ورثتها من اللي فوقيه. هي ورثتها منين؟ من اللي فوقيه. يعني انا دلوقتي لو جيت وقفت على الاو يو دي هيقول لك ايه الاوبجكتس اللي متطبقه بشكل مباشر؟ اللي هي دي. طب ايه الاوبجكتس اللي متطبقه بشكل مباشر ومش مباشر يعني ورثاها؟ هتلاقي هي دي. انا ملاحظ ان الترقيم بتاعك بيحط لك الحاجات المتطبقه بشكل مباشر والحاجات اللي ورثاها تحتها. طب افرض ان الاثنين بيتعارضوا مع بعض. قال لك بيبص على البريزيستنت اي دي بتاعه اقل. البريزيستنت اي دي بتاعه اقل هو ده اللي كلامه يمشي على اللي تحت. يعني انا لو فوق هنا ده كلامي يمشي على كل اللي تحت. وصلتكم؟ في مشكله في الحته دي؟ خلي بالك برضو انا ممكن اعمل ديليجيشن على، مش على جروب بوليسي اوبجكت، على الاو يو اللي هيطبق عليها الاوبجكتس. يعني انا هنا برضو بعمل ديليجيشن لحد معين بس على الاو يوز بقى، بس برضو حاجات لها علاقه بالايه؟ بالبوليسيز. في مشكله في الكلام ده؟ تمام؟ طيب دي كده بالنسبه للديفولت بوليسيز. ماشي؟ طيب افرض انا حضرتك بقى مش عاوز، انا عاوز اعمل انا حاجه خاصه بيا. عاوز اعمل حاجه خاصه بيا يعني انا اللي ابدا اكريت اوبجكت والاوبجكت ده انا اللي احط فيه الحاجات اللي انا عاوز اعملها. على سبيل المثال مثلا انا عاوز اعمل ايه؟ عاوز اخلي الموظفين الوول بيبر بتاعتهم تبقى صوره، الصوره دي ثابته على كل الاجهزه اللي بتشتغل. على سبيل المثال عاوز اخلي اليو اس بي على اجهزه الموظفين كلها مش شغاله. عاوز اخليه ما يغيرش الوقت والتاريخ، يخفي من عنده الساعه، ما يخشش على السي. في عندك اكتر من حوالي 4000 بوليسي ممكن تطبقها. طب انا دلوقتي عاوز اعمل بوليسي. قال لك عشان تعمل بوليسي ببدا اكريت لها اوبجكت الاول. طب اكريت اوبجكت ازاي؟ باجي في جروب بوليسي اوبجكت رايت كليك واروح قايل له نيو. طب انا دلوقتي عايز اعمل بوليسي، اقول مثلا بي 1 مثلا، اديها اي اسم، الاسم اللي يريحك. تمام؟ طيب اروح قايل له اوكي. دلوقتي البوليسي اللي اتكريتد دي او الاوبجكت اللي اتكريت ده هو يعتبر فاضي ولا مش فاضي؟ يعتبر فاضي. هل متطبق على حد؟ مش متطبق على حد. طب افرض عاوز اعرف الكلام ده، عادي انا هخش على السيتنجز اهو، هيبدا يعمل لي جنريت للريبورت، هلاقيه فاضي. هلاقي ان البوليسز بتاعتي يا اما كمبيوتر كونفيجريشن يا اما يوزر كونفيجريشن. تمام؟ طب افرض انا بقى انا عاوز اخش وابدا اظبط بقى البوليسي بتاعتي. عاوز مثلا احدد ان الويل بيبر على الاجهزه في الشركه كلها تبقى ثابته. تمام؟ اعمل ايه؟ رايت كليك واروح قايل له ايديت. انا دلوقتي عايز اعمل ايديت، انا ملاحظ ان انا طالع لي شاشه نفس الشاشه اللي كانت موجوده هناك ولا لا؟ صح؟ الاحظ ان الشاشه بتاعتي دي متقسمه ككمبيوتر كونفيجريشن وكيوزر كونفيجريشن. حضرتك البوليسي دي خاصه بيوزرز ولا خاصه بكمبيوترز؟ تمام؟ انت حضرتك حدد بقى. انا مثلا هقول ان هي خاصه بيوزرز. لما اجي ابص على مستوى اليوزرز هلاحظ ان اليوزرز بتاعتي متقسمه للادمنستريتيف تمبلتس بتاعتي هي اللي كانت موجوده هناك. الادمنستريتيف تمبلتس بتاعتي
حاجات لها علاقه بالكنترول بانل، حاجات لها علاقه بالديسكتوب، حاجات لها علاقه بالنتورك بالشير مش عارف ايه، كله على بعضه محطوط في الاول سيتنجز. طب احنا دلوقتي عايزين نعمل حاجات لها علاقه بالديسكتوب، اروح داخل على الديسكتوب. طيب ايه اللي موجود في الديسكتوب؟ افترض مثلا ان هو طلع لي حاجات كتير جدا وانا دايخ جواها ومش لاقي، مش لاقي البوليسي اللي انا عاوزها. هل في سيرش؟ من اول 2012 بقى في سيرش. الفيتشر دي ما كانتش موجوده ولا في الثلاثه ولا في الثمانيه، ويندوز سيرفر 2003 ويندوز سيرفر 2008 ما كانش في سيرش، انت لازم انت تقعد تدور كده وتخش جوه وتدعس لغايه ما توصل لها. لكن دلوقتي بقى في سيرش. السيرش دوت دلوقتي انا عاوز سيرش فين؟ انا دلوقتي عاوز سيرش مثلا في الاول سيتنجز. بص لما ضغطت على الاول سيتنجز انا في عندك حوالي 1500 بوليسي. لما اجي ابص على الكمبيوتر بوليسيز لما اضغط على الاول سيتنجز في حوالي 1980 84، انت داخل في حوالي 4000 بوليسي ممكن تعملهم على الدومين بتاعك. طيب انا دلوقتي انا خلاص انا مش عاوز حاجات لها علاقه بالكمبيوتر، خلينا في اليوزرز. طيب دلوقتي انا عاوز اسيرش هنا على الويل بيبر مثلا، اعمل ايه؟ في عندك علامه الفلتر فوق اهي، بضغط على علامه الفلتر. يعني انا عاوز دلوقتي اعمل سيرش، بتاخد وقت شويه. اول لما افعل الفلتر هلاحظ ان كل الفولدرز بتاعتك بقى عليها علامه الفلتر دي. طب انا دلوقتي عاوز تسيرش فين؟ انا عاوز اسيرش مثلا في الاول سيتنجز، يبقى رايت كليك عليها واروح داخل على فلتر اوبشنز. مفروض الشاشه دي اللي بتظهر لي، يقول لك والله انت حضرتك عاوز تسيرش على ايه بقى؟ انا عاوز اسيرش على بوليسي معينه. طيب البوليسي ديت اسمها ايه؟ الكومنت اللي فيها كان ايه؟ الوصف بتاعها ايه؟ فانا مثلا بروح جاي كده بعمل انيبل للكيورد دي، طبعا ما بتبقاش موجوده. فانا اقول له مثلا عايز ادور على اي بوليسي فيها كلمه ويل بيبر مثلا بالمنظر ده. طب هو بيقول لك انا عاوز ادور في ايه؟ قول له مثلا دور لي على اي تايتل في كلمه ويل بيبر، دور لي على الهلب يعني الشرح بتاع البوليسي في كلمه ويل بيبر، دور لي على الكومنت. شوف بقى انت ممكن اصلا تبقى دايخ على بوليسي معينه وتلاقي اسم الاسم والوصف بتاعها مش بيعبر عنها خالص، فانت ممكن انت تحط في الكومنت حق ليك انت كي وورد عشان لما تسيرش عليها بعد كده. فاهمين قصدي؟ طيب انا دلوقتي كتبت مثلا كلمه ويل بيبر ورحت قايل اوكي. لاحظ دلوقتي ايه اللي طلع لي؟ مطلع لي اي حاجه فيها كلمه ويل بيبر والهلب بتاعها في كلمه ويل بيبر او الكومنت بتاعها في ويل بيبر. طب انا دلوقتي مثلا هخش على دي دبل كليك عليها. انا ملاحظ دلوقتي نفس الشكل اللي موجود هناك بالظبط. انت حضرتك نوت كونفيجرد ولا انيبلد ولا ديسيبل؟ بيقول لي اتليست ويندوز 2000، يعني كده دي شغاله معانا ولا لا؟ احنا اجهزه الموظفين ويندوز 7 شغاله. شغاله. طيب بالنسبه للكومنت انت ممكن انت تكتب لنفسك كي وورد بحيث انت لما تسيرش بيه بعد كده تطلع لك هي على طول. طيب يبدا يكتب لك هنا الوصف، يقول لك مثلا والله انا عاوز اعمل سبيسيفاي للديسكتوب باك جراوند اللي هي الويب بيبر، يعني بتظهر على كل اجهزه اليوزرز. بس هنا بيبدا يقول لك حط لي حاجه اسمها اليو ان سي باس، ولازم الصوره دي تكون متشيره. يعني انت دلوقتي في صوره، افترض مثلا ده اللوجو بتاع الشركه، الصوره دي عاوزها تبقى موحده على كل اجهزه الموظفين، مش لازم الصوره دي تكون متشيره في الشبكه علشان تتحط كول بيبر على كل اجهزه الموظفين. فهنا انا ملاحظ ان في عندك حاجه اسمها اوبشنز. الاوبشنز دي انا ملاحظ ان البوليسي دي محتاجه كونفيجريشن، يعني محتاجه حاجات كمان تخش لها. ايه الحاجات اللي محتاجه تخش لها؟ الحاجات اللي محتاجه تخش لها، بص لما اجي اعمل انيبل بتلاقي الاوبشن بتاعتي كانت اتفعلت. هنا بيبدا يقول لك حط لي المسار بتاع الصوره. هنا حتى كاتب لك الوصف اهو، بيقول لك سلاش سلاش اسم السيرفر سلاش اسم الفولدر اللي هيبقى فيه الصوره، الفولدر ده طبعا لسه هنشيره، ونحط جواه اسم الصوره دوت الامتداد بتاعها. تمام؟ يعني انا دلوقتي مطلوب مني يا شباب، انا مطلوب مني يكون في فولدر متشير عندي في الدومين
ومحطوط فيه الصوره اللي انت عاوز توحدها على اجهزه الموظفين بتاعتي. طيب انا كده شايف نفسي ان انا لسه مش مستعد، انا محتاج لسه اشير فولدر واحط فيه صوره ومش عارفه ايه. تعالى كده نعمل صوره، هفتح مثلا البينت ارسم صوره عليه. البينت بتاعي مثلا مفتوح اهو. تعالى مثلا على البينت دوت انا عاوز اعمل ايه؟ يعني تخيل دي صوره، يعني عشان انا دلوقتي مفيش صوره على السيرفر. سي مثلا بقول له عايزين بس السايز، ايوه سي مثلا بقول لك ويلكم تو fci.com. افترض دي الصوره اللي انا عاوز احطها ويل بيبر لكل الاجهزه. طبعا ببدا اخزن الصوره بتاعتي مثلا جي بي جي، مثلا هسميها مثلا ايه فوتو، واحطها على الديسكتوب مثلا بالمنظر ده. خلاص بقى عندي صورة اهي، بقى عندي صورة اهي. ماشي. طيب انا دلوقتي الصورة ديت لازم احطها في فولدر، الفولدر ده يكون متشير ومتشاف في الشبكة كلها. احنا دلوقتي ما بشرحش شيرنج، لما اجي نشرح فايل سيرفر هتعرف الكلام اللي انا عامله كله ده بالتفصيل. يعني مثلا هاجي في السي وكريت فولدر مثلا، هسمي الفولدر مثلا ده شير. الفولدر بتاع الشير ده هحط فيه الصوره دي. تمام. طيب انا حطيت الصوره هنا اسمها فوتو دوت جي بي جي. طب انا دلوقتي المفروض هعمل ايه؟ هبدا اشير الفولدر ده. طب ازاي ابدا اشير فولدر في شبكه؟ يعني الفولدر ده يبقى متشاف في الشبكه كلها. انا دلوقتي عندي الفولدر اهو، رايت كليك عليه، بخش على اوبشنز، بخش على الشيرنج، يعني انا عايز اشير الفولدر ده، بخش على الشيرنج، بخش على الادفانس شيرنج. هقول له شير ذيس فولدر، عاوز اشير الفولدر باي اسم، عاوز اشيره بنفس اسم الفولدر مفيش مشاكل، نزيله بنفس الاسم. ابدا احدد البرميشنز، انت حضرتك عاوز مين اللي اكسس الفولدر ده؟ تمام؟ هو مين اللي هياكسس الفولدر يا شباب؟ الموظفين بتوع الشركه. طب موظفين الشركه دولت واقعين في جروب كان اسمها ايه؟ حد فاكر؟ كان اسمها دومين يوزرز. تمام؟ طيب انا دلوقتي عاوز اقول له اد اي حد في الدومين يوزرز، اعمل سيرش بس كده، في عندك حاجه اسمها دومين يوزرز اهي، وروح قايل له اوكي. اي حد في الدومين يوزرز من صلاحياته ان هو يعمل ايه على الصوره دي؟ ان هو يعمل لها ريد، يعني يشوف، يقدر يشوف الصوره دي. طيب وروح قايل له اوكي. اوكي يبقى انا كده شيرت الملف ده. في عندك خانه كمان اسمها السكيورتي، لغايه ما نوصل بس للفايل سيرفر، يعني ما تقلقش اللي انا هعمله ده. ببدا اضيف برضو الدومين يوزرز. الدومين يوزرز اهي،
من صلاحياتها ان هي تريد. اوكي يبقى انا كده شيرت الملف ده، يعني الملف ده دلوقتي متشاف في اي حته في الشبكه. يعني انا دلوقتي لو جيت على اي جهاز، على اي جهاز اهو، ورحت فاتح مثلا قائمه الران بتاعته، وجيت كده في قائمه الران رحت عامل سلاش سلاش، هو السيرفر بتاعك اسمه ايه؟ انت اللي مسميه. طب انا دلوقتي عايز اعرف اسم السيرفر بتاعي. اسم السيرفر بتاعك مفروض ان هو بيبقى موجود هنا في اللوكال سيرفر. انا مفروض مسمي السيرفر بتاعي دي سي اللي هو دومين كنترولر. انت ممكن انت تبقى مسميه حاجه تانية، انت لازم تبقى عارف سيرفرك اسمه ايه. تمام. طب انا دلوقتي لو جيت على الويندوز 7 في الرن رحت كاتب دي سي سلاش سلاش دي سي انتر، هلاحظ ان انا بقى في عندي فولدر اسمه ايه؟ شير. جواه في ايه؟ الصوره اللي اسمها فوتو. طب الصوره اللي اسمها فوتو دي جيت امسحها ما اتمسحتش ليه؟ you need permission to perform this action. انت محتاج permission عشان تقدر تمسح الصوره دي. ليه؟ واحنا عملنا ايه؟ انا وانا بشير الصوره كنت بقول ان الشخص ده يريد بس يعني يشوفها بس. تمام. طب انا دلوقتي خلاص يعني الاجهزه انا ملاحظ ان هي خلاص متاكد ان هي شايفه الصوره دي. طب تعالى نرجع بقى للبوليسي بتاعتنا. اصلا البوليسي بتاعتنا اللي كانت موجوده فين اهي، هنا بيبدا يقول لي عاوز تفعلها. عاوز افعلها. طب عاوز افعلها، ايه المسار بتاع الصوره؟ هو قال لك اكتب لي اسم السيرفر. انا السيرفر بتاعنا اسمه ايه؟ دي سي. بعد كده بيبدا يقول لك اكتب لي اسم الفولدر. هو الفولدر بتاعنا اسمه ايه؟ احنا مسميينه شير. خلي بالك برضه انت ممكن تعامل حروف كابيتال او سمول، لازم تراعي الحته دي. طيب الصوره بتاعتنا كانت اسمها ايه؟ اسمها فوتو دوت جي بي جي. حلو. واروح قايل له اوكي. طيب عايزين نعمل ايه كمان؟ هقول لك مثلا بريفنت تشينجينج الديسك توب باك جراوند، مثلا يمنع الموظفين ان هم يغيروا اصلا الوول بيبر. اخش جواها مثلا اروح قايل لها انيبل، اهي عملت لها انيبل اوكي. عايزين نعمل ايه كمان؟ مثلا اليو اس بي، ممكن كده اروح داخل في الفلتر واروح كاتب كده يو اس بي. هو في لاج شويه. ايه يعني اي حاجه، اي حاجه في الكلمه دي ماشي. يعني مثلا بيقول لك deny read access، ما حدش يخش على الفلوبي. الفلوبي ده حاجه كانت موجوده زي السي دي كده. انت بقى دور، انت دعبس. يعني اي حاجه لها علاقه بالويندوز اللي قاعد عليه الموظف هتلاقي هنا في الادمنستريتيف تمبلتس. ادمنستريتيف تمبلتس فيها كل حاجه لها علاقه بالنسخ. تمام. طيب انا ممكن بقى عن طريق البوليسي بلاقي في عندك حاجه كمان اسمها الويندوز سيتنجز. الويندوز سيتنجز هلاحظ ان انا دلوقتي في عندك حاجه اسمها السكريبتس، في عندك حاجه اسمها السكيورتي، في عندك حاجه اسمها الفولدر ريدايركت، عندك حاجه اسمها البوليسي بيز كواليتي اوف سيرفيس. السكريبت انا ملاحظ ان في السكريبت بتاعك، يعني سكريبت يعني انا عاوز اجهزه الموظفين ترن كود معين انا عامله، او تعمل اكشن معين انا عاوزه. مثلا اول ما جهاز الموظف يفتح الكالكوليتر تفتح، ده كده اكشن. فانت المفروض تبقى عارف السكريبت لانجوج بتاعتك، تبقى باش فايل
بناء على السكريبت ده بتبدا تحدد السكريبت ده انت عاوز تحطه عند اللوجن ولا عاوز تحطه لما يجي الراجل ده يعمل لوج اوف. تمام، دي بقى انا سايبها لكم كبونص. محتاج ان حد يظبط لي الحته دي ان هو يبدا يعمل لي سكريبت، السكريبت دوت يرن على الجهاز وانس ان هو يعمل لوجن في حاجه تظهر. انا سايب لك بقى حريه الاختيار، انت عن طريق باتش فايل بتعمله بيعمل اكشنز معينه عايز اشوف ابداعاته. تمام، طيب طيب بالنسبه للسكيورتي سيتنجز، بالنسبه للسكيورتي سيتنجز اكيد طبعا من اسمها كده حاجات لها علاقه بالسكيورتي. تعالى ممكن تبقى واضحه على مستوى الكمبيوترز. بص على مستوى الكمبيوترز انا ملاحظ مثلا حاجات لها علاقه بالسكيورتي، مثلا حاجه لها علاقه بالاكونتس، مثلا حاجات لها علاقه بالباسورد، حاجات لها علاقه بالاكونت يتعمل له لوك بعد كم مره لو دخل باسورد كم مره غلط. ماشي، يعني مثلا حاجات لها علاقه بالباسورد. طب حاجات لها علاقه بالباسورد انت عايز تعمل فيها ايه؟ مثلا عايز اقول مثلا ان الباسورد اتش كذا، يعني ماكسيمم وقت للايه للباسورد مثلا 14 يوم، ما ينفعش تغيره بعد يوم، ما ينفعش اللينس بتاعك يبقى قد ايه، الكومبلكستي بتاعتك وهكذا. يعني ممكن كمان ابدا احدد السكيورتي بتاعت الاو يو دي. انا مثلا الاو يو دي فيها اجهزه خطيره جدا معرضه ان ممكن يحصل عليها اتاكس، فانا اعمل ايه؟ اخلي اجهزه الموظفين تغير الباسورد ده بسرعه على طول، مثلا كل 14 يوم اخلي الموظف يغير الباسورد. بأعمل سكيورتي بوليسي تعمل لي الكلام ده، اخلي الموظف قبل ما يفتح يطلب منه ان هو يغير الباسورد الاول. تمام، طيب ممكن اعمل ايه كمان؟ قال لك ان انت عن طريق البوليسي، عن طريق البوليسي ممكن ابدا اسطب سوفت وير. ايه ده؟ يعني انا ممكن كده وانا قاعد مكاني عن طريق بوليسي اسطب الاوفيس مثلا وانا قاعد مكاني؟ طيب يعني ممكن اجي على الاو يو دي اقول الاوفيس يتسطب على الاو يو دي، ولا بعدي ولا على اي جهاز فيهم، بس طبعا لازم اشير السورس بتاع الاوفيس واحدد الخطوات اللي هتحصل وابدا ابوش السوفت وير ده. ده هندرسه في مديول بيبقى اسمه ال WDS. ماشي، بس ال WDS انا ممكن اعملها عن طريق بوليسي او ممكن اعملها عن طريقه ثانيه لسه هناخدها. ماشي، طيب برضو دي انا سايبها لكم كبونص، وريني كده ابداعك ان انت ازاي تنستول سوفت وير عن طريق جروب بوليسي. انا دلوقتي عندي حاجتين عايز تعملهم مش عايز تعملهم براحتك، انا بقول لك بونص. اول حاجه ان انت تعمل لي سكريبت، السكريبت دوت يتعمل بوش على الاجهزه ينفذ اكشن معين او سوفت وير انت بتسطبه على الاجهزه، كل ده طبعا عن طريق الجروب بوليسي. طيب مثلا لو انا عايز اعمل حاجه لها علاقه بال لها علاقه بالكلوك مثلا، بالساعه اللي موجوده على اجهزه الموظفين، فانا عملت في السيرش كلوك، في عندك حاجه اسمها بص ريموف مثلا، حاجه واضحه خالص بتعمل ايه، ريموف الكلوك فروم ذا سيستم نوتيفيكيشن اريا، يعني انا بشيل الكلوك من على الجهاز بتاع الموظف. دبل كليك عليها مثلا، دي محتاجه كونفيجريشن؟ لا جاست انا بعمل لها انيبل بس واروح قايل لك اوكي. تمام؟ طيب انا دلوقتي عملت بوليسي اهي اسمها بي 1، دلوقتي دي بتشمل كام بوليسي من جوه؟ بتشمل حوالي 3 أو 4 حاجات دلوقتي احنا لسه عاملينها. طب انا دلوقتي لو عاوز اشوف الحاجات دي، عاوز اشوف ريبورت على الكلام ده، بضغط عليها وبخش على سيتنجز، ده ايه ده؟ واحنا كنا بنيديت مش بنيديت في البي 1؟ اه
في حاجه غلط. احنا تقريبا كنا بنعمل انيبل وما بنعملش اوكي تحت. ايه تعال نعملها تاني كده بسرعه. انا مثلا في الفلتر بتاعي اهو، مثلا الكلوك انا كنت لسه مختارها، ريموف الكلوك انيبلد. امال في ايه بقى؟ اعمل اوبلاين كده. على فكره دي تهييس، تعال نقفل البتاع دي خالص ونفتحها تاني. جروب بوليسي مانجمنت، في البي 1 اهي، بخش على السيتنجز بتاعتها، يعني عاوز اشوف المكونات الداخليه بتاعتها. بيعمل جنريت للريبورت اهو، اهي كل حاجه حضرتك احنا عاملينها موجوده في الريبورت. تمام، وانت محدد الاكشن بتاعها اذا كنت انيبل ولا مش انيبل، وايه ايه الكونفيجريشن اللي انت عملتها عليها. لو انا دلوقتي البي 1 دي متطبقه على اي حد في الشبكه، هل هي متطبقه على حد؟ مش متطبقه على حد. طب انا دلوقتي عايز اطبقها على مين؟ افترض مثلا ان انا عايز اطبقها على السيلز، على السيلز، يبقى رايت كليك على السيلز واروح قايل له ايه؟ لينك لاكزيستنج ايه؟ جي بي او. طب عايز اطبق عليها ايه؟ البي 1 اللي انا لسه عاملها دي. طب انا دلوقتي لما طبقت ديت على السيلز، السيلز دلوقتي هي متطبق عليها ايه بشكل مباشر، وايه الحاجات اللي ورثاها؟ البي 1 دي كده بشكل مباشر، اهي دي اللي بشكل مباشر. طب الحاجات اللي ورثاها اللي هي الديفولت دومين بوليس. طب افرض انا عاوز الاو يو دي ما تورثش الحاجات اللي فوقيها، يعني اي حاجه تتطبق على الدومين او على او يو اكبر منها ما تتطبقش على الاو يو دي. باجي عليها كده واروح قايل له بلوك الانهيرتنس، يعني امنع قصه التوريث دي. ماشي، بس طبعا مش هنعمل كده. ماشي، طيب انا دلوقتي طبقت البوليسي دي، هل البوليسي دي دلوقتي اتطبقت على الجهاز بتاع الموظف؟ يعني دلوقتي لما اجي اروح لجهاز الموظف اهو، انا دلوقتي واقف على الويندوز 7، ولا الشاشه اتغيرت ولا الكلوك اختفت ولا ان انا اجي اخش كده الاقي نفسي عادي ممكن اغير اغير الصوره عادي. يعني ممكن اختار دي كده، اختار دي كده عادي بتتغير اهي زي الفل. دلوقتي البوليسي بتاعتك ما بتسمعش، الا في ثلاث حاجات. اول حاجه لو انت عامل بوليسيز ليها علاقه باليوزر اكونتس، يبقى لازم تعمل لوج اوت ولوج ان من الاكونت ده لمين؟ لليوزرز. طب بالنسبه لو كمبيوتر بوليسي، لازم بتعمل ريستارت للماشين دي، لازم اعمل ريستارت للويندوز 7 عشان البوليسي دي تبدا تتطبق. دي كده الحاله رقم 2. الحاله رقم 3 ان انا ممكن، ده في رابعه وخمسه كمان، انا ممكن كمان اروح داخل على السي ام دي بتاع الجهاز الكمبيوتر كده واروح كاتب الكوماند ده جروب بوليسي ابديت. بس مش في كل الحالات الكوماند ده بيدفع، يعني مش في كل البوليسز بيظهر التاثير بتاعها بسرعه. بص هو دلوقتي بيعمل ابديتنج للبوليسي، يعني بيروح رايح للسيرفر يساله هل في بوليسز متطبقه على الكوي اللي انا عضو فيها ديت ولا لا. انا دلوقتي هو اتعمل ابديت لليوزر بوليسي، عمل ابديت للكمبيوتر بوليسي، مفيش حاجه اتغيرت. يبقى من الواضح كده ان البوليسز اللي انا عملتها دي محتاجه ان انا اعمل ايه؟ لوج اوت ولوج ان. دي كانت الطريقه رقم كام؟ ثلاثة. انا ممكن كمان اجي من السيرفر كده، بص ممكن اجي من السيرفر كده واجي على الاو يو اللي هي بتاعت السيلز دي ورايت كليك عليها كده في عندك حاجه اسمها جروب بوليسي ابديتس، يعني ابدا بوش البوليسي بتاعتك من على السيرفر على الاجهزه اللي موجوده في الاو يوز دي. تعال نجربها.
هيقول لي والله انت ما عندكش الا جهاز واحد في الاف سي اي ده، موافق ان انت تطبق عليه البوليسي دي؟ اه موافق. اه بيعمل بروسيسنج، يعني انا دلوقتي ببدا اطبق الايه البوليسي دي. بيقول لك خلي بالك انا دلوقتي بعمل بوشنج، بس خلي بالك في لقطه، في ساعات بوليسي بتحتاج 10 دقايق اصلا عشان تطبق. طب ما تيجي نريح نفسنا من القصه ديت ونعمل لوج اوت لوج ان، تلاقي الدنيا ظبطت على طول. يعني دلوقتي لو جيت من الجهاز، انا دلوقتي جهاز الموظف اهو، هاجي كده اروح قايل له لوج اوت، ايه اللي حصل؟ هلاقي ان الوول بيبر بتاعتي اتغيرت، هلاقي الساعه ايه اللي حصل لها؟ اختفت. تعالى كده الموظف يحاول ان هو يغير الباك جراوند. بص يجي يخش اصلا على الاوبشن بتاع الباك جراوند يلاقيه ديمت، مش مصرح ليك ان انت تخش هنا، تمام؟ مش مصرح ليك ان انت تخش هنا. يجي يغير متتغيرش، متتغيرش. ليه ما بتتغيرش؟ لان انا محدد ان الموظفين ما يغيروش الوول بيبر. عايز اقول لك بقى اسرح بخيالك بقى، اي حاجه تقدر تحدد ان الموظف يقدر يعملها وما يعملهاش. انا ممكن اجي كده على الموظف واقول ان ما يبقاش ولا عنده ولا سي ولا دي ولا اي درايفرز خالص، يعني الهارد ما يبقاش ظابط. ممكن اجي على الموظف اروح شايل له البراوزر اصلا، ممكن اجي على الموظف اخلي اليو اس بي مش شغال. وصل لكم؟ يعني اقدر اعمل اي حاجه من خلال الجروب بوليسي دي. الجروب بوليسي يا شباب تعتبر من اهم، تعتبر من اهم التوبكس اللي موجوده عندك في ان انت جايب سيرفر وبتتحكم في الدومين بتاعك من خلاله. تمام؟ في مشكله في الكلام ده؟ يبقى احنا النهارده خدنا ايه؟ خدنا ان انا ازاي اشوف الديفولت بوليسيز، ازاي اكاري بوليسي، ازاي اغير فيها، ازاي اشوف الاوبشنز بتاعتها، ازاي اعمل سيرش على بوليسي معينه، ازاي اشوف الريبورت بتاع كل بوليسي، ازاي اعمل ديليجيشن على مستوى بوليسي او اعمل ديليجيشن على مستوى او يو بالنسبه للجروب بوليسي مانجمنت. تمام؟ كل ده بعمله من خلال ايه؟ خلال جهاز واحد اللي هو الويندوز سيرفر بتاعي. تمام يا شباب؟ في مشكلة في الكلام ده؟